On est attendu, on va tout donner pour pouvoir montrer qui on est et rendre la confiance et l'attente qu'a le peuple marocain pour petit message aux supporters. Soyez derrière nous et on donnera tout sur le terrain pour vous et pour le Maroc. نضمن الاستمرارية الفريق الوطني في هذا العرس الافريقي غير الفوز اعتقد بان الامور غتكون صعبة للغاية صحيح هناك منتخبات قوية مرشحة للغاية للفوز بهذا الكأس من أبرزهم المنتخب المصري بحكم أنه يلعب أمام جمهوره وعلى أرضه ثم منتخب السنغال والكامرون حامل اللقب ولا ننسى المنتخبات الصغرى التي قد تفاجئ المنتخبات الكبرى على العموم المنتخب المغربي ملزم بالفوز أمام منتخب ناميبيا غير الفوز لا أعتقد بأنها تكون أمور بخير ولكن هناك تفاؤل كبير هناك حماس كبير هناك رغبة كبيرة من العناصر المغربية لكي تؤكد على أنها في أفضل مستوياتها لكي تقول للشعب المغربي نحن هنا في إفريقيا من أجل التتويج باللقب الإفريقي